ضيفتنا اللي ولفتوها وتعودت عليها تطلع عليكم في البرنامج أميرة سرور الأبيض. أهلا وسهلا بيك ومرحبا بك. صباح الخير يوسف، صباح خير لجميع الجزائريين اللي راهم يشوفوا فينا. مرحبا بك وشكرا لقبول دعوة البرنامج، وخاصة فيما يخص معالجتك لموضوع مهم جدا صبيحة اليوم، وهو خليني نقول الذكاء الاصطناعي وطب الأسنان. مشاهدين الأكارم، هذا شيء أو هذا خليني نقول التطور يدخل حياتنا فجأة ووصل إلى جميع المجالات. اليوم وصل إلى طب الأسنان خليني نقول، وتطورات عديدة تشهدها أو يشهدها عالم طب الأسنان، وإحنا كصحفيين يعني بالكاد نلحق كل يوم الأخبار وأخبار هذا التطورات. مشاهدين الأكارم، يلا دون إطالة نرحكوا ولا نحكوا وإياكم على استخدامات الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان مع أميرة سرور الأبيض. دكتور، بداية أهلا وسهلا بك من جديد في البرنامج. موضوع مهم جدا، ترند حديث كل العالم يحكي عليه، ما علاقة الذكاء الاصطناعي بطب الأسنان وكيفاش قدر يدخل الذكاء الاصطناعي إلى هذا العالم؟ كما قلت يوسف، هذا الموضوع مش غير ترند، لأنه هو موضوع الأصر العصر، وهذا هو الشيء اللي راهو جديد في سواء في المجال الطبي ولا في مجال تاع المالية المحاسبة، أي حاجة أي مجال رانا نحكيو فيه لازم نحكيو على الذكاء الاصطناعي. بالك نعطي لمحة صغيرة للمشاهدين تاعنا باش يعرفوا شنو هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن ذكاء ولا آلة تحاكي الذكاء تاع الإنسان. يعتمد على خوارزميات، يعتمد على عدة طرق باش يخلينا يخرج بنتيجة يمكن تخلي الكونكلوزيون تاع الإنسان زيد عليها شويه. علاش؟ لا خاطر احنا نعطيوه اليات تخليه انه يتعلم سواء من الناس ولا سواء يتعلم بنفسه، واللي هو نقدروا نسموه دوكا ديب ليرنين. تما كاين بزاف الطرق اللي تخلينا انه نستعملوا الذكاء الاصطناعي، وكما اليوم راح نحكيوا على الذكاء الاصطناعي في طب الاسنان. كيفاش قدر يقتحم هذا العالم وما علاقه الذكاء الاصطناعي بطب الاسنان؟ على ما يبدو او على حسب ما شفنا في الدراسات أو آخر الأبحاث أنه اختزل الذكاء الاصطناعي الكثير من الأشياء في عالم طب الأسنان، أليس كذلك؟ أكيد، والحجم تاع السوق تاع الذكاء الاصطناعي كي نحكيو في المجال الطبي كبير بزاف. مثلا كي نحكيو على عام 2018 يعني ماشي عندهاش بزاف، كان السوق تاعهم في الولايات المتحدة الأمريكية يوصل 234 مليون دولار، واللي مقدر أنه يطلع في عام 2028 إلى 1100 اكثر من 1100 مليون دولار. سما رانا نحكيو على مجال كبير وغالي بزاف. وتعرفوا احنا في المجال الطبي ماذا بينا نقدموا يعني رعايه صحيه بدون اخطاء حتى لو كانت على نسبه 1%. فشيء طبيعي ومنطقي انه يدخل الذكاء الاصطناعي اللي هو يحس من مهارات الانسان ويخلينا نوصلوا للنتائج ما نقدرش نوصلوا لها بالعين المجرده ولا بالذكاء تاعنا كاشخاص. طيب، ما هي استخدامات الذكاء الاصطناعي في طب الاسنان وين نقدروا نستخدموه؟ احنا طب الاسنان اسمحي لي فقط اميره انقطعك، ابتداء من مرحله التشخيص، مرحله الاستراتيجيه ربما اللي تتخذوها من اجل العلاج الى مرحله العلاج. ليس هذا فقط يوسف، نحن كي نجيو نخمموا انا باش نروح للدونتيست ديجا نحتاج واحد يمشي لي مع الحاجه تاعي. زعما لازمني دونتيست انا ما على باليش دوك عندي اللثه تاعي ولا عندي نركب درس ولا عندي لي زامبلون. كاين دوكا نظام تاع الذكاء الاصطناعي يخليك ولا يدير لك تطابق مع طبيب الاسنان اللي يخرج على الحاله تاعك. كاين دوكا يخدم مع جي بي اس يعطيك العيادات القريبه ولا الاطباء القريب قبل ما نروحوا للتشخيص، يعني قبل ما نوصلوا ميم با نشوف شكون الدونتيست تاعنا. بعد كي نوصلوا للعياده نحضروا على نظام المواعيد. تسمى دوكا ما تحتاجش، كاين بزاف عيادات ما تحتاجش انه تديبلاسي ولا تهضر ولا تهز التليفون تاعك باش تدير دير الموعد تاعك. والله يعني خلاص اكزاكتومون رانا رايحين بزاف بزاف بعيد في الذكاء الاصطناعي. هي شويه تخوف يوسف يعني ما نكذبوش، بصح كذلك راح يعاوننا بزاف. فانا كي يجيني موعد عن طريق الذكاء الاصطناعي يحط لي الباسيون تاعي، يحط لي واش راه حاب يدير، واش يدير لي الذكاء الاصطناعي يقترح لي حلول ولا خطة علاجية قادرة تخرج هذه قبل مازال ما نشوف الباسيون كامل. قادر يقول لي هاو كيفاش هذا السيد عنده مثلا مرض السكري، يعني يقول لي تولهي، يدير لي نوتيفيكاسيون تاع تولهي، هذا الشخص عنده امراض تاع الشرايين والقلب لازم ما ديريلوش هذا النوع من الانستيزي. فهاد الحاجه ماشي غير انه ما حش يقول لي كيفاش ندير، يعمل كمذكر ومنبه. حنا كيفاش ندخلوا الذكاء الاصطناعي؟ تخيلوا انه عندي مساعد ذكي راهو حدايا وراهو يهضر لي في ودني واش لازم ندير واش ما لازمش ننسى. تطور رهيب. اكيد والله كي قلت لك رانا في عصر يعني حاجه مليحه بصح تخوف. يلا نروح الى مرحله التشخيص. كي ندخلوا في مرحله التشخيص
تلمو رانا نحكيو على دوك مازال نحكيو على برك الكمبيوتر ونستعملوا البي سي دركا راهم في تطوير لعده هما يخدموا بالذكاء الاصطناعي الات يخدموا بالذكاء الاصطناعي مثلا كاين واحد الالات تقدر تخدم بالاستنشاق بالرائحه راك تخيل في في الحجم تاع الاختراع هذا هي عباره عن اله ينفخ فيها المريض ونسموها التشخيص بالرائحه بالذكاء الاصطناعي يقدر يكشفنا على عده امراض تاع اللثه هذا محتاج دوك العين مجرده ولا نحتاج انا نخمن واش نوع تاع المرض هذا وديما كاين هذيك 1% بالك هو بالك لا نشوفوا تجاوب مع العلاج درك لا راهم يديروا في مرحله الدراسه من مرحله الابحاث مازال ما لحقوش الى تطبيق الكلينيكي تاعو ولكن هذا بزاف راح يعاون الناس اللي عندهم امراض في اللثه الناس اللي عندهم امراض مزمنه يخلينا نتفاداو اي مشاكل في الدوزاج ولا في مشاكل في نوع الادويه اللي نعطيوها لهم كذلك كاين حاجه بزاف بزاف مليحه وبزاف تضحك نفس الوقت هو اسمها موسيقى الفم ولا موسيقى الاسنان هذا هو كاين نوع من الالات راح يطوروهم بالذكاء الاصطناعي واش دير هذه الاله تسمع لك على تكشف لنا على التشققات ولا لي كاري اللي يكونوا لداخل اللي ما نشوفهمش حنا بالعين المجرده كيفاش يستعملوا بالنقر على بالصوت تاع كل درس تسمعوا واش راهم يديروا يجيبوا بزاف الناس اللي يكونوا متطوعين يديروا لهم الابحاث ينقروا على السن سليمه وصل اللي عندها التشقق هذاك ثم هذاك الذكاء الاصطناعي يعرف يولي يعرف الفرق وين اللي مشققه وين لا لا من بعد كيجي عندي انا الباسيون الكابيني تاعي كي جوست ندير له طب طب يقول لي هو اسكو هذا السن سالم ولا لا لا لازم نعرفوا بلي كاين مجال للخطا ولكن النسبه تاع التشخيص الدقيق تاع الذكاء الاصطناعي لحد الان راهو لاحق 93.3% يعني تقريبا 100% ما بقى والو فهذه يعني كنوعين من الالات راهم يطوروا فيهم برك. طيب بالنسبه للاخطاء ربما اللي يقع فيها بعض الاطباء خليني نقول في مرحله التشخيص تحديدا اللي هي ربما اللي تكون دائما اشكاليه عند مختلف الاطباء هل يساعد الذكاء الاصطناعي في انكم تتفادوها كاطباء مختصين في طب الاسنان او لا بصراحه لانه طب لانه الذكاء الاصطناعي يخدم مع الباسيون ويخدم معنا ما يخدمش وحده ولا غير مع طبيب الاسنان فالتشخيص حتى المحلى في طب الاسنان عندنا بزاف الحالات اللي قرب بزاف لبعضهم زعما الامراض تاع اللثه كاين انواع مقرب بزاف كاين فرق صغير مثلا لا غاديو تبينه لك فواش يديروا انا كي نحطوا لا غاديو نحط له الاعراض اللي راني نشوف فيهم بعيني قادر حتى نصور زعما ندير سكان هذيك سكان في التليفون تاعنا عباره عن ذكاء اصطناعي نحطها له هو واش يدير يعالج البيانات اللي عطيتهم له كامل ويحاول يعطيني افضل تشخيص نقدروا نوصلوا ليه ويقول لك علاش هذا لا وعلاش هذا ليه كوم سي راني نتحاور مع شخص ولا نتحاور مع نفس الذكاء تاعي انا من الداخل باش يليميني الحوايج اللي ما مستحيل يكونوا ويخلي لي الحوايج اللي في الاغلب راح يكون تشخيص واحد واكيد يعني لازم تعرفوا باللي طبيب الاسنان عنده الحريه انه هو ياخذ الخطه العلاجيه بوحده زعما ماشي الذكاء الاصطناعي اللي راح يحدد له واش يدير واش ما يديرش طيب نروح ايضا الى نقطه اخرى بعد التشخيص نروح الى مرحله الخطط العلاجيه اللي يقترح لكم الذكاء الاصطناعي هل يمكن استخدامها والاعتماد عليها 100% وهل تحاكي خليني نقول الواقع ربما بذكاء الانسان الحاجه اللي مليحه دوك والمرحله اللي وصلوا ليها كما قلت لك في الذكاء الاصطناعي هو الديب ليرنينغ بكري كنا حنا اللي نغذيو هذا الذكاء الاصطناعي باش يعرف واش كاين واش ما كانش دركا ما نحتاجوش هو اللي يتعلم من روحه من الاخطاء اللي يديرها هو يتعلمها فالخطه العلاجيه ولكن مدى اعتماد الاطباء عليه شحال تقدروا تعتمدوا عليه راهم يقولوا باللي 35% عندك 63% من الاطباء الاسنان راهم يقدروا يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي اللي راهم يابلايو فيه دركو راهم يخدموا به هما تاع 35% من اطباء الاسنان كيقول لك هاد الداتا وهاد الاحصائيات اكيد ماشي نحكي في الجزائر لانه مازال ما درناش ابحاث عليهم اللي نحكي على الولايات المتحده الامريكيه اللي راهم يخدموا هما راهم يديروا ريغوشاش عليها بزاف وكذلك كي نشوفوا الاحصائيات تاع من المرضى نشوفوا بلي 6 من 10 من المرضى اللي هي 60% يفضلوا انه يروحوا عند دونتيست عنده الذكاء الاصطناعي كيفاش يشوف علاش الناس يحبوا يروحوا عند واحد عنده الذكاء الاصطناعي لانه يعرفوا باللي حتى لو كان طبيب الاسنان راهو تعبان او النهار تاع الاخر تاع النهار تاعو راهو مريض او لانه احنا اشخاص احنا قادر نهار يجي عندي مثلا المريض تاعي راني عندي لا ميغرين ما حش يكون بمستوى الذكاء تاعي ولا بمستوى التركيز 100% فهو يعطي لك هذاك التذكيرات ويحاول يحسن لك مخطط العلاج بصح القرار الاخير راهو لطبيب الاسنان لكن انت دير ثقه في طبيب الاسنان تاعك راح دير ثقه فوا دو
في طبيب الأسنان والذكاء الاصطناعي مع بعض. جميلة جدا كلمة ونقطة فتحها من خلالها المجال لاستقبال مكالمات الناس الهاتفية. يعني في العادة دكتور نفتحوا المجال للمكالمات ونستقبل المكالمات يكون الاتصال الكبير، ولكن اليوم بما أنه موضوع جديد ربما على الناس أعلننا في بداية هذه الفقرة على الاتصالات، ولكن إلى غاية الآن ما اتصلوش بين الناس. فنعود نوجه لكم الرسالة والسؤال، حبينا نعرفوا إذا كان عندكم ثقة في الذكاء الاصطناعي أو لا، وتقدروا تعتمدوا عليه أو لا، وهل تعرفوا أيضا إذا كان العلاج بالذكاء الاصطناعي وصل إلى هذه المرحلة أو لا؟ ماذا بينا تشاركونا هذا الموضوع باش تثريوا النقاش وأيضا تعرفوا على آرائكم واهتماماتكم فيما يخص هذا الموضوع. دكتور، موضوع مهم جدا، موضوع شيق وجديد أيضا على العديد من الجزائريين. نروح إلى نقطة أو تفصيلة أخرى في هذا الموضوع دكتور، ربما ناس اليوم تقول لك باللي يبقى الإنسان ما يقدروش نعوضه، هل مستقبلا نقدر نعوضه الإنسان بالذكاء الاصطناعي، خاصة أن نشوف اليوم روبوتات تقوم بعمليات مختلفة في فم الإنسان، من زراعة الأسنان، من العديد من العمليات الجراحية واللي أيضا تختصر من خلالها الوقت. فما مدى تعويض هذه الآلات للبشر أو للطبيب؟ فأنا كما قلت يوسف، كاين درك حاليا آلات وروبوتات يقوموا بعمليات جراحية معقدة، وعلاش نستعملوهم وعلاش تم اختراع هذه الآلات؟ لأنه الدقة تاعهم تفوق الدقة تاع اليد المجردة تاع الإنسان. بصح أنا ما نشوفش بلي نقدروا نتخلاو على الطبيب، نقدروا نقولوا لا مجال للخطأ فيهم؟ لا، ما نقدرش نقولوا. علاش؟ أول حاجة شكون راوي يدرب هذه الآلات؟ والإنسان. مادام نحكيو على الانسان كاين ديما نسبه للخطا، ما راحيش نحكيو على 100%. الحاجه المليحه كما قلت لك درك الاله راهي تتعلم وحدها بوحدها، ولكن لازم تحطوا في عين الاعتبار باللي الروبوت هذاك ماهوش يدخل وحده لقاعه العمليات، راهو اسيستي باغ الميدسان اللي راهم معاه. يعني مستحيل تخلي الاله مع انسان على طاوله الجراحه بلا ما يكون يعني كاين اسيستنس متابعه ومراقبه للاله هذيك. فاحنا ما نقدروش نيليمينيو الحقيقه انه كاين اخطاء العنصر في الاله ولا العنصر البشري تاني عنده اخطاء. فانا نشوف احسن كومبينيزون قدرت تصرا انه نخدموا مع بعضنا، ما نقدروا نيليمينيو، اكيد ما نقدروش نيليمينيو الطبيب، والآلة راح تعاوننا نديرو حوايج تفوت الطاقة البشرية اللي عندنا. جميل، يعني نقدر نقول اليوم أنه العنصر البشري والذكاء الاصطناعي يكملوا بعضهم في عالم طب الأسنان وجراحة الأسنان. أكيد يكملوا بعضهم بزاف، ونشوف أنه حتى كي ندير الخطة العلاجية للمريض ونبداله، أحسن حاجة أنه نقدر نديرها هي المتابعة بالذكاء الاصطناعي. علاش؟ أنا حطيت لك اليوم الغونديفو تاعك، أنت ما تجيش، أنا نسى عندي عيادة، عندي بزاف المرضى، عندك الذكاء الاصطناعي يفكرك ويقول لك علاش انت لازم تعاود تولي لي، يفكرني انا باللي لازم نعيط الباسيون تاعي يعاود يولي لي، وزيد يقترح لك كي تعود في الدار في السمان الاول كاين درك دي زابليكاسيون يعطيوك نوتيفيكاسيون، ما تشربش الماء السخون، ما ديرش هادي، ما تنساش الدواء تاعك، ما تقدر حتى تبروغرامي، يعاونك انت كي تروح للدار باش تدي الدواء، تتفكر كلش لازم تديره قبل ما تجي المره الجايه. جميل جدا، يعني الدنيا ولات سهله خلاص. والله ولات سهله. كاين حتى اللي تيلي كونسلتاسيون، زعما ما تحتاجش ديبلاسي عند طبيب الاسنان باش يدير الكونسلتاسيون، مجرد صوره ربما الذكاء الاصطناعي دي زابليكاسيون يشرح لك، تشرح انت دير ديسكريبسيون ويوصل للطبيب يشوفك، يدير معك ابل فيديو يكمل على التشخيص اللي قدمه له الذكاء الاصطناعي. طيب نرجع الى التسهيلات اللي قدمها الذكاء الاصطناعي زمان، يعني ابتداء من الحاجات البسيطه، يعني الانسان كان ياخذ صوره للفم ديالو او عن طريق العجين القديم، على الطريقه القديمه. اليوم راهم ياخذوا له صوره، فبالتالي يعطيهم صوره الفك، الحاله تاع الفك، مختلف الامراض اللي في الفك، يعني الحاله الصحيه تاع الفك والاسنان ايضا. بالاضافه الى هذا، هل وصلت او وصل الذكاء الاصطناعي الى انه يعطيك صوره كيفاش راح يكون الفك ديالك مستقبلا لما تستعمل لودياف او تستعمل ربما تقويم الاسنان التقليدي؟ وهل نقدر اليوم نستغنوا على تقويم الاسنان التقليدي ونعوضوه بربما اختراع من الذكاء الاصطناعي؟ هذه النقطه بزاف مهمه ومزيان اللي عاود فكرتني فيها. الذكاء الاصطناعي كاين، انا يا حطيت لك خطه العلاج وانت ماشي مقتنع، ما ناش نشوفه في نفس لا فيزيون، معليش ما نهضروش بزاف، نجيب نقول لك انا حندير لك هذه وحندير لك هذه. كاين درك اله اسمها، كاين مثلا عندنا عده انواع، مثلا 3D شيب، هذه تحطها في الفم، ما تحتاجش العجين كيما تاع بكري ولا تسوفري، سورتو كاين الناس بزاف ما يحملوهاش، ما تحتاجش تسوفري، يدير لك صوره ثلاثيه الابعاد للفك السفلي والعلوي، نشوفوه كيما راه ندوروه كيما نحبوا. من بعد نقول لك انا راح نركب لك هذه السنه، نركبها يعني الآي، يعني هذاك اللوجيسيال يحدد لك مكان اللي لازم تزرع فيه السن بالضبط،
ما كانش يعني مجال للخطأ في هذه الحالة، خاصة كي عندنا ليزامبلون يعني غرسة الأسنان. نعت لك كيفاش راح ندير لك هذا هذا، تشوف الفك تاعك. أوكي راني شفت الفك تاعي، بصح كي نشوف أنا الفك تاعي مانيش نشوف كيفاش حنولي. واش نديرو؟ نقدروا نروحوا للصوره الخارجيه. نجيب لك انايا ها وجهك، ناخذ لك دي فوتو منا بروفيل، ندير لك 360 درجه لي فوتو تاعك، نحطها في الاله تعالجها. نقول لها الاله انا هذا الشخص راح ندير له تركيب في السن الفلاني، السن الفلاني عنده، نقدر حتى نطابق لون اللثه تاعك، كلش نقدر نديرها. ونحط لك من بعده مور ما نخلصوا العلاج، اني بديت لك ندير لك يعني زرع كامل للاسنان تاعك، نحط لك مور ما خلص العلاج، هاو كيفاش راح تكون، هاو كيفاش راح تمضغ، هاو كيفاش راح من بعدها انت تنحي تركب. ينعت لك حتى دي يعطيك تعليمات كيفاش تنحي وتركب مثلا الفم تاعك. كذلك في لودياف يعني في تقويم الاسنان، الناس يجيو بزاف خايفين، بزاف بزاف، يقول لك قادر ما يصلح ليش. من كاين عباد ميم سي سنيهم ماشي في الصوره الطبيعيه، وهذه يعني مش لازم يكون سنين تاعنا كامل كيما بعضانا، بصح كي يجي يقول لك انا خايف نبدل سنيه وما تعجبنيش روحي. بزاف الناس عندهم هذا المشكل، خاصه اللي يكون عندهم الابتسامه اللثويه يعني بزاف من اللثات، تقول لك انايا نبدل سنيه بالك ما تعجبنيش روحي. احنا نقدر نعت لك كيفاش تكوني، وبطريقه يعني جد واقعيه، ماشي صوره تاع كرتون ولا، مي صوره حقيقيه للنتائج المتوقعه، واغلبيه الوقت تكون متطابقه لما قلناش 99% كيما راح يكون في الاخر تاع العلاج. جميل جدا، هذه بشرى لكل الناس اللي تعاني من اسنانها ودائما ما تكون عن طبيب الاسنان. يلا نرجع الى طرق العلاج ايضا اللي لازم نحكوا عليها واللي دائما يقترحها الذكاء الاصطناعي. هل اليوم حقيقه يعني خليني اقولها بصراحه اختزلت وصغرت مده العلاج اللي زمان كانت تاخذ ربما اشهر او حتى سنوات؟ كانوا بزاف، كانوا خاصة كيف التقويم ياخذوا سنوات، لأنه يجربوا عدة طرق، يجربوا ما على بالناش حنايا الاستجابة تاع السن هذيك كيفاش راح تكون العلاج وشحال طول. فالذكاء الاصطناعي ماشي غير يختصرها لك، وكذلك ينقص لك من لو كو شحال حتخلص، لأنه كل ما يطول وكل ما نغلطوا وكل ما نجربوا هذه وما تصلحش هذه نوليو نزيدوا في الدراهم اللي راح تخلصهم. فيعاوننا انه نحددوا لك العلاج صحيح من الاول. مثلا كي ناخذوا امراض اللثه ياخذوا وقت طويل، ياخذوا مونتونونس، نمشيو معاك بالعقل. انا كي نجي نقول لك هذه البروسادون وهذه لا علاش انا نخير لك هذه وما نخير لكش هذه البروسادون، علاه نخير لك هذا الدونتيفريس وماشي هذا الدونتيفريس. ف الذكاء الاصطناعي يعطيني ديريكت واش لازم ندير، ويخليني من اوليو ما نشد 6 شهور حتى العام نزيد لك 3 شهور ولا 6 شهور، فينقصها لنا بالنصف، قادر حتى الربع تاع مده العلاج اللي كنا قادرين ناخذوها في الاول. يلا نصلوا الى الجزائر، الذكاء الاصطناعي طب الاسنان، ورانا في الذكاء الاصطناعي وفي طب الاسنان تحديدا، هل بدا يعملوا به في الجزائر ولا مازال؟ اكيد يوسف، كاين بزاف عيادات، كاين بزاف اطباء اسنان بداوا يعتمدوا عليه؟ ايه يعتمدوا عليه، وعندهم في العيادات تاعهم، عندهم لي لوجيسيال كامل. كاين حتى اطباء اسنان جزائريين اللي راهم يعطيو تدريبات في كيفيه استعمال الذكاء الاصطناعي في طب الاسنان هنا في الجزائر. يعني رانا مطورين في المجال. انا الحمد لله عندنا لو ماتيريال، كاين بزاف اطباء اسنان يخدموا به. اكيد السعر تاع العلاج راح يختلف شويه، وهي انا نشوفها بطريقه جد واقعيه ونورمال، لان الكاليتي تاع العلاج اللي راح يمدها لك راح تكون نفسها، والنتيجه ثاني. كاين اطباء اسنان اللي عندهم لي لوجيسيال اللي قلت لك توقع لك العلاج تاعك كيفاش راح يكون في النهايه تاعو، وانا وحده من الناس اللي قدرت انه نستفاد من هذه التكنولوجيا. لان كي نحكي كطبيبه اسنان وكمريضه، لانه انا قمت بالتقويم وحاليا في مرحله العلاج، وحاجه اللي كنت خايفه منها انه كيفاش نكون مور العلاج، لانه كيما قلت لك مهما تكون تعرف، مهما تكون طبيب اسنان، مهما تكون مجرب، ما تبقى لك في راسك انايا كيفاش من الناحيه الجماليه. وحنا عارفوا طب الاسنان اكثر حاجه يخاف منها المريض هي الناحيه الجماليه، النتيجه النهائيه. يلا نرجع ونحكوا على الذكاء الاصطناعي والناحيه الجماليه، هل يستعمل فقط للناحيه الطبيه او ايضا من الناحيه الجماليه؟ يعني نقدروا نعتمدوا عليه حتى بالنسبه عفوا للناس اللي يحبوا يقوموا بتجميل اسنانهم؟ اكيد، فتعرفوا في طبيب الاسنان ما عندناش غير الخاصيه انه نركبوا ولا نحيوا، كذلك كاين الديسيبلين تاع نديروا البوتوكس، الفيلر، خاصه العلاجات تاع اللي تمس بطريقه خاصه جماليه الاسنان. مثلا عندي اللثه تاعي تبان كامل كي نضحك، كاين عباد كي يضحكوا
ما تشوفش خلص النهم لا غالب عليهم هكا خالقين مع نحي الحلين يا إما الجراحة واللي راح تدي وقت ودراهم وتدي توجع بزاف. فهذا الحل نخليوه للناس اللي فريمون قادرين وموتيفي، باسكو كاين عباد كيجي عندك تفهم بلي ما حش يشد عامين ولا ثلاثه ويجي كل شهر في وقته ويدير كيما نقولوا. فاحنا نقدروا نقترحوا عليه الحل تاع البوتوكس للشفس العلويه، ننفخوها وين تهبط والعضلات تاع الفك تاعنا لهنا تاع الشفه العلويه تهبط تسترخي وين كي نضحك ما تبانش للتتعب بزاف. مع نديروا له اطاله في السن تاعو زعما نقصوا له برك بالليزر، وكذلك القص بالليزر يعاوننا فيه الذكاء الاصطناعي لانه يحدد لي منطقة الشكل اللي راح نمشي فيه. ما نحتاجش انا وحدي، بكري كانوا يستعملوها باللام يعني ماشي حاجه دقيقه تقليدية يعني. وما راحش تكون مطابقه منا ومنا وما راحش تحاكي يعني الاناتومي الصحيحه تاع اللثه. فهو يحاول يقول لك روح هكا بالعقل، تحطها على حتى يخدم لك دي جيد 3D تركبها برك وتمشي بالعقل حتى تخرج الشكل الصحيح. طيب دكتور، كسؤال ختامي نختم به اللقاء، ما مدى استقبال وتقبل المواطن الجزائري الذكاء الاصطناعي في طب الاسنان؟ هل يقدر يعتمد عليه ولا حيتخوف وياخذ وقت طويل بانه يقتنع به؟ لا، كيما قلت لك كاين عيادات ديجا راهم يخدموا به، وكاين بزاف مرضى راهم يطلبوه، كاين بزاف يعني كاين وعي بزاف في الشعب الجزائري في هذه الفتره. راهم يجيو يسقسيو الا عندك لوجيسيال هذاك ولا لا. كاين عباد راهم يجيونا يسقسيونا ديريكت لما لا عندك مازلت تستخدم لاباك يعني هذيك. كاين ثقافه، كاين ثقافه الحمد لله. وحنا رانا في منابر كيما هادو باش نزيدو نحيو ونزيدو نطلعوا الوعي على هذا الموضوع. وما تخافش نسقسي طبيب الاسنان تاعك على نوع العلاجات اللي عنده ولا نوع الماتيريال اللي عنده، لانه تدخل في الدراهم اللي راك تخلص فيهم، تدخل في المينتونس تاع سنيك. ثم الكونسلتاسيون ماشي غير طبيب الاسنان، ماشي غير سنيك، مام الاجهزه اللي عنده تقدر تسقسيه. دائما لازم تسقسي ديجا طبيب الاسنان تاعك باش تعرف انت يدير الثقه تاعك 100% فيه. شكرا لك دكتور على كل المعلومات المقدمه صباح اليوم، وشكرا لمعالجه هذا الموضوع واكيد نشر الوعي عند الناس. تمام.